شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله. خوت بخير عليكم، كل شيء مزيان، أحوال الله يحفظكم جميعا، ونتمنى نلقاكم في صحة جيدة بإذن الله. احنا معكم فيديو آخر إن شاء الله. أنا ولات القضية في الطاقية، هذه راه غسالات، شوفوا كي غادي تطيح هنا الخوت. هذا كيف كيقول لك اللي باغي الطبيعي، اجي تشوف، اجي قرب زومي زومي زومي. هادي غادي نصاوبها ان شاء الله، اجي تزومي كركب. ها ها نتوما شوفوا الخوت، انا غادي نجي نقرب حتى عندكم ان شاء الله، غادي نقرب حتى عندكم. ها نتوما شوفوا هذا الخليط، شتو؟ خلي التليفون ديما في الارض بنتي، راه ديما كنوصيك. ها نتوما بحال الصفار ديال البيض. هادي الثومه الخوت، هادي الثومه، راه المثل تيقول، يقول المثل اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. وانا تنقول هاد القضيه هادي غير كاين بعض الموالح اللي ما كيامنوش بالثومه، تيقول لك لا الثومه، وهي راه الثومه والله العظيم الخوت كيف قلت لكم الثومه، راه ديجا هضرت عليها. وشحال من واحد كيدخل عندي الواتساب تيقول لي باش غندير الدواء، غندير فيرموكس ولا غندير فيك موكس ولا هادي، راه الخوت داك الدواء ديال الحناش راه هو في حد ذاته سم، غير هو المفعول ديالو كيكون ناقص بالنسبه للحمام، وراه في حد ذاته سم. وباش غتعطي للحمام تعطيهم السم، راه كيقول لك الوقايه خير من العلاج. شحال من حاجه ما كتكونش في بالنا، حتى تيفوت الكار عاد لا تعرف كيفاش تيفوت الكار عاد كنقولوا احكا والواد كنا كنديروها. اما هذه والله العظيم انا حلفت بالله، الا ديروا هاد الثومه دابا، راه الثومه كتكال، راه كاين فرق ما بين الثومه تياكلها الحمام يستافد منها كامله اولا ديرها في الماء. راه ملي كديرها في الماء راه كتكون غير الريحه ديال الثومه في الماء، راه ما كتكونش ديك المكونات كامله ديالها. دابا انا ما غاديش ندير تعجبني الريحه ديال الثومه، وما كان ما كتعجبنيش المذاق ديالها، حاره واخا حاره مزيانه هي. دابا نديرو الحلبه، عاوتاني الحلبه، كاين فرق ما بين الحلبه هاهي مطحونه حلو فيغ دو بيير، شفتوها هاهي مطحونه حلو فيغ دو بيير، وكاين فرق عاوتاني ما بين الحلبه نديرها في الماء. الماء غير غيبان غير الريحه ديال الثومه والريحه ديال الحلبه وصافي. دابا الحلبه كيف قلنا الخوت، هي الحلبه كتكال صافي، ديري غير شويه الحلبه كتكال. وغادي نوريكم ضيوف عاوتاني الله، عاوتاني جاوا ضيوف اخرين، جا واحد الضيوف ان شاء الله. وهاي تسالوش الضيوف، جا واحد الضيوف تقول لهم لا جات تينا صافي شوف. شدتني الدوخه الخوت، لا تقطيعوا ولا تستقطيعوا الخوت، اجي نوريكم، قولوا اللهم بارك صافي. وقفين تينا، عندك الماء نعطيهم بعدا، نحطوا لهم ماكله ديالهم، ماكله ديال الزيت والحلبه والحلبه الحلبه والثومه. هي الثومه والحلبه معي الفتره مغسولين منقيين، الحلبه والثومه والزيت. السمش كاين هنا، رجع ليهم هادي، هادو اللي هنا قلت لك، رجع ليهم هادو اللي هنا، بالعكس عاد يبدا يدخل ليهم الصعد ماشي البرد. تحية اخويا، تحية اخويا رضوان، خويا رضوان الله يجيب لك الشفاء، الله يشافيك.
انا الخوت هادو هما الضيوف، ضيوف الحلقه هما هادو. طويبي ها هو كيف كتلاحظوا، ودفيلي يحملان خواتم عصبه الغرب، وتحيه لعصبه الغرب على راسها السيد سعيد العيسى البطل. وتحيه منين نقولوا عصبه الغرب نقولوا لوفت دار السلام. قال اللي كيبغي الولاعة احنا كنحيوه، اللي كيبغي الولاعة خلينا من صحاب المصالح. هذوك صحاب المصالح ما كنجبدهمش، الله يبعدهم علينا. هادشي اللي كاين انتوما كتلاحظوا شنو بغات هما هادو. هادو عندك سدي داك الباب، هادو هما ضيوف الحلقة، شنبور طوبي وشنبور دفلي ضيوف الحلقة. هادو راه والديهم حاصلين على نتائج بإذن الله. كيف كتلاحظوا دابا غادي هادو غادي نخليهم يهبطوا وغنخرجوا الحمام ديالنا ان شاء الله. كنديروا هكا صافي. اش ديري؟ خرجي خرجي وسدي الباب. والميها الخوت راه عطينا ميها عاديه، ميها عاديه. وكيف قلنا الثومه هذا باغي يدخل. وتحيه الخويا شتيوي بوعبيد. ها انتما الزيونات، ها انتما. ها هو دخل، ها هو دخل. شوف وشوف اخويا بوعبيد، انت من سبوتنيك هو دخل لهنايا. هادشي فين طلع؟ هذا تزيدو سيمانه غادي. ها انتما الزيونات الخوت، قولوا اللهم بارك. هذا هو اللي مشى ليا ثلاث ايام ورجع طوبي محروق، اللي كنت تقلقت عليه هو هذا اللي كنت تقلقت عليه. يلا وليداتي يلا، زيد بابا زيد. سير سير، كاينه الثومه، كاينه الثومه، كاينه الثومه، كاينه الثومه. زيد بابا زيد 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 زيد. خرجوا خرجوا خرجوا، ما يبقى حد، ما يبقى حد، ما يبقى حد اولدي. زيد هو هذا، هو هذا هو ضيف الحلقه. قلنا هو هذا ضيف الحلقه. هاد الشنيبير خوه راه هو لتحت ولا يحس يا خويا. الله انت في زيفيزا خويا ابو عبيد، وهذا تخلي سيمانه. ها انتوما، والله ما بغى يتشد. يلا والله ما بغى يتشد ليا. يلا سير اصاحبي خرج هاكا. الحميمات دابا كياكلوا، ها انتوما اللي كيشربوا راه كيشربوا الحمد لله، واللي تياكلوها هما تياكلوا. دابا نخليو الحميمات هنا يرعاو واحد شي شويه. هنا راه درنا لهم في سبوتنيك، راكم عارفين كيف العاده كاين شي بياسات كيطلعوا في سبوتنيك، يعني ما خصناش نخليوهم بلاش، راه حطينا لهم تما في سبوتنيك. والامور لحد الساعه راها طيبه، ونتمنوها تكون طيبه للجميع، جميع الموالي ان شاء الله. ها هما دابا الشنابير، ها هما كياكلوا. انا خويا ابو عبيد واش نبي راه كياكل الطوبي، راه هو بدا دخل معلفه، راه كلا جوج حبات. الدفيلي ها هو تا هو هز حبه ما كلاهاش. حنا ما غاديش نحضيوهم، لان السحر حق والعين حق، يمكن ليا العيني اتعينهم. نخليو دابا الحميمات هنا وغادي نمشي ان شاء الله. انا الخوت نولعكم في الشنيبرات اللهم بارك وزيد في ذلك. ها الكحل تا هو راه الكحل راه دخل البداله. انا الخوت كيف كتلاحظوا تولعوا معايا. واحد التحيه كبيره وكبيره بزاف الاخ وخويا هشام الادريسي، تحيه ليه داخل في اليوتيوب بهشام الادريسي. تحيه لخويا هشام الادريسي، وما نساوش خويا ايوب مانيه، مانيه ايوب. ونزيدوا الاخ محمد مصاد، مصاد مصاد محمد. وتحيه كاع الموالي اللي كيحبوا هاد الولاعه، تحيه لهم. وبالنسبه لذاك الشنبور اللي كانوا خرجوا لينا الخوت، هو هذا، ها هو هو، ها هو غادي ينزل حدا الدفليه، ها هو اللي بقى بوحدو. هاد الطوبي، هذا هذا الطوبي اللي كيحك دابا صدرو، راه خرج ليا. راه ضيف من ضيوف الحلقه حتى هو، نزيدوه في الحساب ضيف من ضيوف الحلقه. هذا راه خرج ليا داك الشنبور ومرضني يا الاخوان، مرضني داك النهار، نهار اش داك الفيديو مرضني. ما علينا، مرضني عاد باش شديته فوق الشجنه شديته، راه مرضني والله العظيم حتى مرضني. وحاجه واحد القضيه الخوت، كنعتذر على داك الفيديو اللي كنت ديجا صورت وطلع النص ديالو، وطلع النص ديالو خاوي. كنعتذر على داك الفيديو، كنعتذر عليه، لان واحد القضيه لا اراديه، لان التليفون الخوت عندي
كيسخن يعني راه بعد خطره حتى تقول الباتري غادي يطرطق. واني راه حتى في المونتاج باش كنت كنلاصق لان ديك اللحظه داك النهار صورت فيديوهات شي 4 ديال الفيديوهات، الفيديو مقسم على 4 ديال المرات. وفي المونتاج في ديك فيرميراغو باش كنمونطيه في ديك فيرميراغو وبان ليا في المونتاج راه حابس، وانما الدقائق خدامين يعني الدقائق خدامين والفيديو ما خدامش يعني حابس. انا قلت زعما ما كاين حتى مشكل. وحاجه اخرى اللي ان الفوت اللي كندير هو الفيديو ما كنتفرجش فيه، انا كنجي وكنلوحو ديريكت كاع ما كنعرف شنو فيه، واش صالح ولا مزيان ولا ما مزيانش ولا غير كنجي وكنلوحو، هذا هو المشكل الاساسي. ونتمنوا الخير وكنعتذر على داك الفيديو الاخوان، راه كنت غادي نمسحو شويه قال لي واحد صافي بلا ما تمسحو صافي وخلينا. واحد القضيه الخوت بالنسبه لي كونستاتور البلايك راه كاين اللي خصو البلاكه راه كاينين في الرباط، وانا ان شاء الله غدا غندير لكم ان بيتي فيديو غدا السبت ان شاء الله غادي نمشي عند مول البلايك في الرباط. واحد الاخر ما كنعرفوش لا حداك شي لا لونس عنده في الفيسبوك ودير لهم ثمن مزيان، غدا غادي نمشي ان شاء الله نشوفهم ونقدر ندير واحد ان بيتي فيديو عنده باش لي خصو شي بلاكه ديال تيبس اي دوموندي، لانه هو باع عنده شي بلايك راه باع قال لك شي 16 بلاكه اللي باع وباقى معتي 8 ولا الله اعلم شحال باقى بحال هكا. هادشي اللي كاين، يلاه وتحيه لكم جميعا. شوف اش كتبان تماك كتبان انا الخوت انا راه واقف هنا فين كنصور واقف على الحبيبه حب الولاعه. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، الخير هو هذا. ها هي مسكينه هادي راهي الحبيبه هادي هادي الحبيبه، والحديد حديدي والرجلو بيدي هادي الحبيبه مسكينه وما كتخافش مني. وهادي راه هبطات عندي في الشارع والله العظيم الا في الشارع هبطات عندي هاد الحمامه واش كلشي بدا يدير فيها هكا كنقول لهم اللهم بارك. يعني راه بنادم اللي كيشوف خلق الله خلق الله كتشوف شي حاجه كيقول كتقول سبحان الله، يعني كتكبر بالله عز وجل. جري على دوك المساخيط اللي طيحوا لي داك شويه الماكله اللي بقى، يعني كتكبر بالله عز وجل. يعني يعني شنو كتقول؟ كتقول سبحان الخالق، يعني شو سبحان الله ربي اللي خلق هذا الجمال. كيفاش ربي خلق هذا الجمال؟ ماشي كنقولوا ديك واه، لان الله عز وجل فري قال لك العين السحر حق والعين حق. كيف كتلقى واحد كيسحر لواحد في قنظهر وكيسحر ليه راه حتى العين راه مكليا انا نعين حمامي وفري فري. نزيدكم واحد النويطه نزيدكم واحد القضيه، راه الله شي يشهد علي الا كنت كنكذب اليوم الجمعه ما تسمحوش ليا، الا كنت الا كذبت عليكم ما تسمحوش ليا اليوم الدين. انا حمامه هذه هي الطوبي محروق، هذا الطوبي محروق شفتوه بعين الرحمه، هذا الطوبي محروق فين هو؟ ها هو هو هذا شفتوه هذا الطوبي هو هذا هاد الطوبي هو لا في ها هو هو هذا هذا اللي واقف. شوف هاد الطوبي هذا كنت اش نقول لكم الخوت والله العظيم الا كنت كنشوف فيه زويون والجوجه زوينه هو زويون وعطيك بحال عاجبني وما كنهضرش عليه ماشي نقول راك عاجبني ولا هذا راك حمامي عاجبني انا، لان هاد السلالات تقريبا كامله اللي دخلت جديده تقريبا كلها جديده فيها ديك الهومبرغر وفيها الفالون وفيها سبايدر مان وداك التخربيق، يعني كاع داك سبايدر مانات راه عندي هنايا ان شاء الله باذن الله. وداك تاك الطوكار ولا ما عرفتش شنو سميتو ماشي الطوكار واحد بحال الطوكار كيقولوا لي واحد لا اسكتي بلاتي والله تنسيت علي واحد مولوع اللي يمكن ولا بحال كلشي حمام تيقول لي بحال الطوكار بحال هكا ما علينا بحال الطوكار عندي هنا تا داك الطوكار عندي هنا نتوما. هاهي عاود الحمامه جات هاهي جات هاهي جات هاهي شتو هاهي ها الحبيبه. ما علينا ما نزيدش نطول عليكم. كاينه هنايا كاين داك الحمام هنايا، يعني هذيك الحمامه اللي قلنا الطوبيه هبطي هبطي انت انا تمشي تعزقي عليا. قلنا ديك الطوبيه كنشوف فيها عجبتني حمامه زوينه ومفصله وتبارك الله اللهم بارك سبحان الله العظيم وهي تمشي ليا. شنو قلت مع راسي؟ وسبحان الله وسبحان الله شوفي شوفي ديري ديك ديك البلانش راهي ديرها من الفوق. بلاتي بلاتي انا الخطره كنديرو غير هذه
شنبور بغى يخرج لينا. يا فاطمه الزهراء هي معاونه، انا مسكينه ما قدر ما وصلاش، بغينا نديرو غير هاد العيبه باش ما يخرجش لنا الحمام من هنا فقط، لان واحد الشنبور نقصته كان غادي يخرج، واحد الشنبور نقصته كان غادي يدير لينا الرو الدو. ها ها هو هذا واحد من الضيوف. قلنا هذيك الحمامات دابا انا جوج هذوك جو وقعوا لي انا، نقدر نقول انا الله اعلم، عيني خايبه الله اعلم الله اعلم، انا مشى لي داك الشنبور تقلقت عليه ورجع ليا، ومع العلم انه شنبور اخر ثاني حتى هو محروق، حتى هو كان عاجبني، انا كيعجبني الطوبي محروق، كان عاجبني داك الحمامه قلبت عليها ما لقيتهاش. راه هو داك الفيديو الخوت اللي كنت صورت لكم حمامه هنا في الارض، قلت لكم هو شنبور يلاه جا، راه هو هذاك، هو هذا، ها هو هذا الثاني هذا الدفلي، لا ها هو هو هذا، شتو ها هو، راه ماشي ما عنده حتى علاقه مع الطوبيل المحروق الاخر، بعيد منه في السلاله يعني ماشي بحاله. ما علينا، مشى ليا وصافي والحمد لله انه رجع، يعني باش انك تبقى تابع الحاجه بعينك واخا تكون مولاها، راه الله عز وجل كيف قال السحر حق والعين حق، يعني راه ماشي داكشي عبثا، ماشي داكشي تقال عبثا، راه الام كتعين ولدها، هادشي اللي كاين. وتحياتي لخوتنا وحبابنا، تحيه كبيره كبيره خويا البشير الله يعاونك في العمل ديالك، وتحيه عاوتاني كبيره لخويا سمير حتى هو الله يعاونك في العمل ديالك، وتحيه كبيره لخويا رضوان حتى هو الله يعاونو والله يشافيه، والابن ديالو خالد والكتاكيت ديالو. سيري ديك الماكله حيده بنيتي من تما كاع رونوها، هانتوما الخوت باش نوريكم، هانتوما الحبيبه هي جاتني هنا عاوتاني، ها الماكله راه هي هزاتها لبنيتها الغربال، راه ما شتتو الذكوره ديال الحنقوره، انا طالقهم راهم كيف كتلاحظوا، نوضو سيدي خرجوها هانتوما هي، صافي حيدي حبيبه عندها الضفار، خصني نحيد ليها الضفار. هادشي اللي كاين الخوت، ودابا راه الامور طيبه، راه خاصني ان شاء الله شي حمامات هنا خاصني نفاكسيهم، ديك البرات اللي فات ليا خاصني نمشي نهود عند البيطاري نجيبها ان شاء الله، لان كاين هنا الشنابر اللي باقيين ما تفاكساوش، خاصني ضروري نفاكسيهم غدا، انا تنقول غدا ان شاء الله، غدا السبت راني الروبو ديالي، غدا خاصني نفاكسيهم ان شاء الله. هيا عاود الحبيبه جات فوق، يا حيدي صافي ما تعيقيش. وكيف كنقول غير الامون وتحيه لخويا عبد الواحد بوقصه البطل ديالنا، وخويا جواد حيدي، خويا جواد اليمامه، تحيه وتحيه كبيره جمعيه اليمامه السلاويه، جمعيه اليمامه السلاويه كنحيوهم من هذا المنبر، وشي كلمه للكتكوته ديالنا، يلا ندورو عند الكتكوته، ها هي المولوعه ديالنا الله يخليها حتى هي، يلا عطي شي تحيه بنيتي، تحيه لعمي عمي الباشير وعمي جهاد وعمي رضوان وجميع المالي وعمي سامير وجميع المالي وعمي ناصر وعمي جهاد وجميع المالي. علاش ما كديروش لايك؟ كنلقاو الفيديو فيه 2000 واحد مفرج وما كديروش لايك، كتنساوها، بقاو ديروا لايك، ويلا دابا ديروا لايك. مزيانه القضيه، فكرتيني واحد الضويطه الخوت، كنلاحظ كنهضر مع المتتبعين ومحبين الفرات جمال، تحيه لهم الله يحفظكم جميعا. اللايك كتكون قليله، مثلا الفيديو خدا 2000 ديال المشاهده، علاش ما نلقاوش 2000 لايك مثلا، ونحاولوا هذا الفيديو هذا نوصلوا ل 2000 لايك ان شاء الله. وتحيه لكم من هذا المنبر، وان شاء الله انتظرونا في الجديد، الاولى مازال جايه لقدام ان شاء الله، والفرح مازال جاي باذن الله ان شاء الله الا بغى الله. يلا وهادشي اللي كاين الخوت، دابا غادي نمشي نوكل ان شاء الله الحمامه ديال البروديكسيون، هادي راه برصاطاتني هاد الحمامه، غندخلها ها هي غندخلها، اجي سيدي من هنا زرقات عربات، والله الا كاع شوقرات ليا راسي بالله، الضفار عندها في شكل كيف قلنا الخوت. تحيه لخوتنا وحبابنا هنايا ولهيه واللي نسيتو يسمح لي، راه باقي انا ما جبتش بزاف ديال الاخوان، خويا جهاد ولا سمير كاع المتتبعين، تحيه للمتتبعين صفحه ديال الفرات جمال من هذا المنبر ان شاء الله، ونتمنوا الخير، واللي مرض ليه شي حد الله يشافيه، خويا معزوز معزوز ديال تماره، البركه في راسكم من ناحيه الوالد ديالك اخويا معزوز، يعني الله شتا في الجروبات
إن لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله خويا، الله يرحمه، الله يصبركم، والله يجعل متواه الجنة إن شاء الله بإذن الله. وخير حاجة الميت وهي خويا المتوفي وهي الدعاء، لأن بنادم اللي كيمشي راه كاملين غادي يمشيو، راه اليوم ولا غدا غتسمعوا الفرات مات، وغتسمعوا فلان مات، وغتسمعوا فلان مات، وإنما كيف كنقولوا كتبقى غير الأعمال. والله اللي كيشهد، حيت العبد راه كاين الحاسود وكاين الحاقود وكاين المحب وكاين 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 بزاف، يعني الله عز وجل هو اللي كيشهد لينا بهذا الشيء هذا. ومتى حتى العباد، العباد الله حتى هما كيشهدوا، والرسول حتى هو كيشهد، والحمد لله والشكر لله، ونتمنوا الخير ونتمنوا لينا التيسير لينا ولغيرنا ان شاء الله باذن الله. وهذه هي الولاعه كيف كتلاحظوا الخوط، راه الحمد لله راه فرخنا العدد، راه كاين سيري بحالك، العدد راه كاين اللهم بارك، كيف كتلاحظوا العدد راه كاين. والتفرخ لي غادي نحبسوا التفرخ، لان الماكله وليت كنلقى مشكل في الماكله، الماكله راه هي خواليه البرميل والله العظيم. الا خوار تقول تقريبا تقريبا راه كندير في البانيو حوالي واحد 5-6 كيلو في النهار، باش انك تكون عندك فوق 100 حمامه تاكل 6 كيلو في النهار راه بزاف، راه انت اللي غتاكل العصا. علي اكتايت باني ضروري غادي نبيع شي حاجه، غادي نقص شي حاجه من الحمام الكبير وبالاخص لا بروديكسيون ان شاء الله. هادو هما الحميمات كيف كتلاحظوا، الصحه الحمد لله اللهم بارك، صحه جيده. بالنسبه للصبليونيه راه درناها مع الذكر ليها الخوت، هادو دابا غنخليهم هنايا بنتو هادي باغا تدخل دخلي. الصبليونيه راه درناها مع الذكر، خلينا نمشيو لعندها ونشوف. وبغيتكم توصلوا هذا الفيديو ل 2000 ل 2000 لايك، وبغيتكم توصلوا ل 2000 لايك هذا الفيديو اليوم، بغيتكم توصلوه وجو لايك. انا الخوت سمحوا لي بعدا نمسح الشاشه، الله يرحم الوالدين. بالنسبه لاسبانيا هي هذيك، سمحوا لنا هذه هي الاسبانيا، حنا غادي نشدوها. جي فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء اجي دخلي دخلي زيد عندك تفتي على هذه، اجي من هنا شتي شتي. دابا ان شاء الله تفرخ صافي، غادي نحبسو لان هادشي كياكل بزاف. سبحان الله العظيم هاد النتوه درت ليها الذكر كيشبه ليها كيشبه ليها كيشبه ليها، سبحان الله في لاطايف كلشي. هادي راه هي ديال البطل الونسو، هادي راه على ما قالوا هاد النتوه هادي راه عندها بزاف ديال الدبلومات. دير بوز نيت بغيت تحلي هاديك، سمعي سمعي تخيل نيت بغيت تحلي هاديك دير بوز، ما تبقاش تحرك الصوره. كيف قلت لكم الخوت هادي ديال الونسو هي هادي، شو من قرع عندك كيدير غانجو كتبان، شوفي تما هادي هي ديال البطل الونسو الاسباني، راه هي اسبانيا 2016 مليون 2016. والذكر اللي داير ليها ذكر في المستوى، الذكر اللي داير لها انتي وراها زوينه وتبارك الله. وباش عجباني هادي عريضه من الستر ديالها، عريضه وجايه غدا سحوته، انتي غدا حوته وتدير عندها الظهر وعندها واعر. الذكر اللي داير ليها، وهاد الذكر هو اللي خديت منه، هاد الذكر هو اللي خديت منه جوج بيضات مع النتوه ديال الاخ ايوب، النتوه اللي هدا الاخ عصام، البطل عصام اللي هدا الاخ ايوب، هذا هو الذكر راه في البداله. وهذا واحد القضيه الخوت، هذا راه 2011 هذا الذكر 2011 يا قدي قدي، هذا هو الذكر، هذا ذكر ممتاز هو في المستوى. ونتمنى الخير والتيسير لينا ولغيرنا ان شاء الله. والحمد لله الامور كيف كنقول دائما راه غدا طيبه، واللهم يسير لينا وليكم والجميع. اللي بغاها بوحدو راه كيخليها، اللي بغى ياكلها بوحدو راه كيخليها، حنا راه باغيين لينا الخير حنا وباغينو لغيرنا. والله يعطيكم الخير جميعا، ونتمنى تكونوا في صحه جيده. وكيف قلت لكم ثاني مره اعتذر على الفيديو ديال ذاك النهار، لان ذاك الفيديو خارج عن السيطره، راه عندك تعطيه بنتي على الحمامه موراك، كيف قلنا خارج عن السيطره،
لان التليفون هو اللي دار لي المشكل، ان التليفون بدا كيسخن، هذا هو المشكل. صافي وقع اللي وقع وصافي، ولا خطره اخرى نضرب البال. يلا الخوت نخليكم الى فيديو قادم بحول الله، الى نسيت شي حاجه حتى الفيديو الجاي وغادي نقولها. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.